دلوقتي واحد صاحبي مع عمر طاهر على نجوم. اللبن ويبوسوا بعض ويحضنوا نور النهار بين صدرها وصدره وبين البسمتين، ويحضنوا الحب اللي جمعهم سوا على الفطار، ويحضنوا الشمس اللي بتهز الستار وتخش من بين الخيوط وبعضها مع الهوى للأوضة، ترسم نفسها على أرضها على البساط اللي اشتروه مع الجهاز، على الغرام اللي اشتروه من غير تمن وعلى الإزاز، ويشربوا الشاي باللبن في فنجانين على الفطار. على الفطار أربع إيدين ودبلتين بيصحوا قلبي كل ليلة في المنام، وبيكتبولي بلون منور في صدقي على الهوى الأسود وعلى الجفن اللي نام كلمة سلام. في ناس دماغها بتفكر في اتجاه واحد، ناس محرومة من نعمة ان يبقى في جوه دماغها اوبشن البدايل. في ناس بيضيع منها وقت كتير على بال ما تعرف ان هي ضيعت وقتها في ولا حاجة، والمشكلة انها ممكن تكتشف ده في وقت متأخر جدا زي انا بالظبط. وانا صغير كنت بروح المدرسة كل يوم وانا حاسس بالملل والزهق، لاني كنت طول الوقت بعدي على نفس الحاجات وبشوف نفس الوشوش وبشوف نفس المحلات وبشوف نفس العربيات وبشوف نفس الكناسين اللي شغالين في الشارع. كل يوم كنت بحس ان رايح المدرسة اني بعدي من طريق موجود في مسلسل عربي قديم ومكرر، ونتيجة اني عمري ما حبيت المدرسة لانه الطريق ليها كان ممل، وبالتالي ما كانش ليا فيها كتير قوي ذكريات حلوة، يمكن ما كانش ليا ذكريات فيها اصلا يعني. المهم في يوم صحيت وانا مقرر ان انا هنزل من البيت مش هروح المدرسة، ومشيت في طريق تاني خالص كانت كل حاجة فيه جديدة عليا. شفت وشوش تانية، عديت على محلات شكلها مبهر، شفت بيوت جميلة، شفت شجر مزروع دام البيوت لونه مبهج، شفت عربيات شكلها مغري. فضلت ماشي ورا الحاجات الجديدة دي وأنا مستمتع ومبسوط ومنبهر، بس اكتشفت في الآخر إن الطريق اللي أنا مشيته ده في نهايته برضو المدرسة. فدخلت المدرسة، بس في اليوم ده دخلت المدرسة وأنا في منتهى السعادة. دخلت المدرسة لأول مرة وأنا كلي حب للمدرسة، حب شديد جدا. لأول مرة أخش المدرسة بالروح دي وبالحالة دي وبالإقبال ده وبالغرام ده بسبب الطريق الجديد. بس للأسف الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاني ان اكتشفت الطريق ده في آخر يوم في المدرسة. اتعلمت يومها ان انا لو حاسس بالملل احاول ما غيرش الهدف، يمكن تفرق كتير لو غيرت الطريق. طبعا الحمد لله ان يعني البرنامج جايب الكم ده كله من الاعلانات، يعني دي حاجة بيتمناها اي حد يعني، بس ساعدوني نفكر في فكرة برنامج ما جيبش اعلانات. فكرة برنامج الواحد يعرف يتكلم فيها يعني براحته شوية، يلحق يقول اللي عنده، مش يتكلم 3 دقايق كل نص ساعة. لكن الاعلانات دي يعني حاجة يعني تفرح بصراحة، يعني دليل على النجاح، لكن في نفس الوقت دليل انه هيبقى الكلام اقل في الفترة اللي جاية. طيب، حد يعرف اسطورة عصيان الاكل الصيني؟ الاسطورة الصيني بتقول في النار بيحطوا الناس كلها على ترابيزة سفرة كبيرة، في النار في جهنم يعني بيحطوا الناس كلها على ترابيزة واحدة طويلة، وقدام كل واحد طبق، في الطبق ده كل أنواع الأكل اللي بيحبها، بس بيدوا لكل واحد من الناس دي اللي هم على الترابيزة دي في جهنم بيدوا كل واحد منهم عصيان أكل صيني
طول الواحدة 2.5 متر، فيبقى ده العذاب ان عمره بالعصاية اللي طولها 2.5 متر دي ما هيعرف ياكل من الطبق اللي قدامه. في الجنة بقى بيعملوا ايه؟ زي ما بتقول الأسطورة، في الجنة بيحطوا الناس كلها على ترابيزة طويلة، وقدام كل واحد طبق فيه كل انواع الاكل اللي هو بيحبها، وبيدوا برضو لكل واحد من الناس اللي على الترابيزة دي في الجنة عصيان اكل صيني برضو طول الواحدة 2.5 متر. بس الفرق ان الصينيين في الجنة على الترابيزة دي بالمترين ونص بيأكلوا بعض. ده خيال، تخيل يعني، ما جراش حاجة. تخيل نفسك شجرة، واثبت لأنك شجرة ضارب في الأرض مسافة وثابت وانت أدرى. تخيل نفسك نور، واعمي لأنك نور. أنا كنت سور البير وصبحت جير السور. تخيل نفسك باب، وافتح لأنك باب. على دنيا أصلا طريق وبينتهي بسرداب. تخيل نفسك ليلة، وطول لأنك ليلة. والنور سقفك تعالى، مهما تطول دي ليلة. تخيل نفسك وردة، وزهى لأنك وردة. كل الألوان قصادي بس الريحة واحدة. تخيل نفسك حلم، وبراحتك ما انت حلم الدنيا. تخيل نفسك حلم، وبراحتك ما انت حلم. التتر آخر حاجة في دنيا أصلا فيلم. تخيل نفسك بيتها، وادفى لأنك بيتها. وإن دقت راحتها فيك اعرف إنك حبيتها. تخيل نفسك مرة، ما تخافش جرب مرة. الدنيا ماشية أسيرة في الوقت وهي حرة. تخيل نفسك باقي، واحزن لأنك باقي. واحلم تلقى لك حاجة، واتحدى لو تلاقي. تخيل نفسك جنبي، والزق لأنك جنبي. الجسم ده مش ملكي، والغنوة دي من قلبي. الحكاية دي عن واحد كان معزوم في احتفال، والاحتفال ده كان في فندق. صاحبنا كان واقف في الاحتفال المعمول في قاعة الفندق الكبيرة دي. الاحتفال كانت زحمة، ناس كتير جدا قاعدة في كل مكان على الترابيزات بتتناقش وبتتكلم بصوت عالي، واللي واقفين على جنب كميات من الناس مليئة المكان يعني. في وسط الزحمة دي كان في بيانست قاعد على البيانو بيعزف للناس اللي مش سامعاه، بيعزف للناس اللي مش شايفاه ولا حاسة بوجوده، بيعزف وبس. وكان واضح ان البيانست اللي بيعزف على البيانو زهقان، بس كان مضطر يكمل علشان ده اكل عيشه. صاحبنا اللي كان معزوم في الحفلة قرب من البيانست وقال له شكلك زهقان صح؟ فالبيانست قال له صح. قال له طيب سيبك من الناس دي كلها، وجرب انك تعزف لنفسك وبس. جرب على الاقل تستمتع بانك تلعب لنفسك حتة المزيكا اللي انت بتحبها. العب مزيكا اللي انت بتحبها وتبسط، ما تلعبش المزيكا المفروضة على الشكل ده من الاحتفالات. العب لنفسك وتبسط طالما كده كده الناس مش سامعاك. فضحك البيانست وعجبته الفكرة وغير النوتة، وابتدى فعلا يعزف لنفسه المقطوعة اللي بيحبها. في نفس اللحظة وهو بيعزف القاعة كلها سكتت، والناس كلها ابتدت تسمع بمنتهى التركيز. دي حكاية عن الأمير العازب. الأمير العازب قرر إنه هيتجوز، وقال أنا هعمل مسابقة. فطلب الأمير من الوزير إنه يجمع له كل بنات المملكة اللي ما اتجوزوش. فالبنات كلها طبعا اتلمت، وكان معظمهم بنات أغنياء، بس في وسطهم كان فيه بنوتة كده متوسطة راحت المسابقة علشان أمها كانت بتزن عليها مش أكتر. ظهر الأمير وقال لهم أنا هدي كل واحدة منكم بذرة تزرعها، هدي كل واحدة منكم بذرة تحطها في قصرية وتزرعها، وبعد 6 شهور اللي هتجيب لي أحلى وأكبر زهرة هي اللي هتجوزها. اللي بعد 6 شهور هتجيب لي أحلى وأكبر زهرة، هيبقى ده دليل على التفاني والتعب والإخلاص والحب. اللي هتراعي البذرة دي وتتعب عليها وتكبرها وتصونها هي اللي تستاهل تبقى الأميرة. ودلوقتي اتفضلوا واشوفكم بعد 6 شهور.
البنت الفقيرة خدت البذرة وراحت زرعاها في قصرية فخار، وقعدت ترعيها كل يوم، إن البذرة دي تطرح، إن البذرة دي تفتح، إن البذرة دي تدي أمارة لأي حاجة. مفيش. تسأل جيرانها الفلاحين أحط لها إيه طيب، أقدم لها إيه، فقعدوا لها أفكار، كل ما تجربها مفيش أي حاجة بتجيب نتيجة. البذرة مش عايزة تطرح، مش عايزة تتحرك من مكانها، ومستحيل يطلع منها وردة، مش وردة كبيرة، مستحيل أصلا يطلع منها وردة. جربت البنت كل النصايح، جربت كل الأفكار، قعدت تقرأ عليها تعاويذ، قعدت تسقيها، قعدت تهتم بيها، مفيش أي حاجة. بعد 6 شهور واحتراما للوعد اللي قدموه البنات للأمير، اضطروا كلهم يروحوا. طبعا فاضطرت البنت تروح معاه، وكانت مضطرة تروح الميعاد، وقفت بالبذرة اللي خدتها زي ما هي، مجرد بذرة مغروسة في الطين جوه قصرية. طبعا بصت على بقية البنات، كانت كل واحدة شايلة وردة لونها أحلى من اللي جنبها وأكبر من اللي جنبها، كانت يعني منافسة عظيمة بين أنواع وألوان الورود اللي عند كل واحدة من البنات الواقفين دول. البنت قعدت تبص طبعا وتقارن اللي في إيديها بالأميرات بالبنات التانية، لحد ما أحبطت وحاست إن هي شكلها وحش قوي. ظهر الأمير وابتدى يبص ويتفرج علشان ينقي مين فيهم اللي هتنفع تكون الأميرة، مين فيهم اللي هتفوز بيه. فضل ماشي قدام صف البنات لحد موقف عند البنت الفقيرة بالبذرة بتاعتها اللي مغروسة جوه الطين، وقال لها انت اللي هتبقي الأميرة، انت اللي هتجوزك. بقية البنات انزعجوا جدا وبصوا للورد اللي معاهم وبصوا للأمير باندهاش. الأمير قال لهم البنت دي هي الوحيدة اللي ممكن تكون أمينة عليا، هي الحقيقية الوحيدة، وهي يمكن تكون أنضف واحدة موجودة في اللحظة دي في القصر، لأني البذور اللي وزعتها عليكم كلكم كانت بذور عقيمة مستحيل تطرح. القصة اللي فاتت دي حصل فيها حاجتين أغرب من بعض. يعني أولا القصة خلصت وقاعد مستني ماجد هيلعب القنوة اللي هي على نفس الموجة بقى، اللي في نفس الحالة بقى، بنفس الحرقة القلب الواحد كان بيقول بيها، وفجأة لقيت تان تا تا تان إعلانات كالعادة ففصلني. في نفس الوقت لقيت العسيري دخل عليا وبقول لي الامير ده برنس جدا. فعسيري انت ايه رايك في قصة الامير اللي عمل الحاجات دي؟ ازيك يا سميع، حكيت ان هو امير وبرنس في نفس اللحظة. بس انت ممكن هو امير بالميلاد يعني، وممكن يبقى امير، هو امير وبرنس لانه عمل لهم فخ محكم. عمل لهم فخ محكم جدا، عجبني قوي الامير ده. لو الناس والله، بس الناس بتقعد، لو الناس اوريدي يعني ما بيعملوش اي اختبارات وما بيعرفوش يلاقوا حد يتجوزوه، فالعملوا اختبارات هيروح ضايق. لا انا عجب. وايه رايك في العمل وماجد في ايه رايك في موضوع الاعلانات ده بصراحه؟ يعني نعمل ايه علشان نعرف نتكلم براحتنا؟ لا هو مش الشر لابد منه يعني، هنعمل ايه يعني؟ يعني يعني مش ما ما مش المحطه دي بتدفع مرتبات من العمل. طيب والناس كتير شغالين وكده ولازم ياخدوا مرتبات يعني، ما فيش حل، لازم وهو ده الايراد يعني، ما فيش حل اكيد. الحل في الدول اللي ما عندهاش اللي يعني، ايوه، الناس بقى بتعمل ايه؟ المفروض يبقى في اتنين طريقتين تعمل كده، تعمل راديو من بيتكم، اي 4 اصحاب يجيبوا اريال ويطلعوا راديو عادي زي ما بيحصل في بلاد كتير في الدنيا. تعمل راديو على الانترنت، ما تحاولش المشروع، وما تحاولش، بس لما يكون في مشروع حاصل فيه استثمار يعني انفستمنت كده لازم يكون في فلوس. انت ما فيش يعني عاجز يعني كتر خير الناس. انا يعني الامير اللي حكينا حكايته ده من شويه يعني كشف لي 2 من اصحابي، كشف لي ماجد يعني احنا مع بعض من اول السيزون بصراحه يعني، وفجاه بينحاز للمحطه اكتر مني يعني، فكره يعيش معايا في المود بنلعب الغنوه وننبسط، وفجاه راح خلاص اشتغلها يلا اعلانات على طول، كاني كنت بتكلم قبلها عن احمد الزند مش بتكلم في قصه حب. والبشكر العسيلي ان هو يعني جاي على سيره الامير، وقصه هي اللي جريته لحد الاستوديو ده. انت هتروح تطلع من استوديو التلفزيون دلوقتي؟ انا طالع واحد صاحبي، انا طالع من استوديو الغلابه. نورتنا، نورتونا يا جماعه، ما تنسوش ان شاء الله تستنونا وتشوفونا يوم الثلاث، وانا وعدتك ان انا هلبس لك القميص ده يوم الثلاث. انت عاجبك انت عاجبك يا جماعه، لبسوا قميص لازم تفتحوا التلفزيون مخصوص تتفرجوا عليه. فانا هلبسه لك يوم الثلاث ان شاء الله. اشوفكم على خير باذن الله، يلا سلام.